مسلسل عرض حالشي أخذت بي دور جدا صغير وبعدها طبعا شفناك مرة ثانية ويا أستاذ قاسم ملاك بواحد زائد واحد، لكن عرض حالشي كان عندك دور صغير، هل إلى قصة هذا الدور أنك قبلت حلقتين يمكن أو حلقة واحدة وبعدها شون انطلبت الواحد زائد واحد اللي كان سبب شهرتك يعني؟ أنا قبل العرض حالشي يعني أعتقد بعشرة أيام بثلاثة عشر يوم، أنا ما أتذكر التاريخ بالضبط، رجعنا من عمل عربي وصورناه ونفذناه بمصر. كان وياي الأستاذ رزاق أحمد والست سولاف جليل، يا عمل هذا ورحلة 96 والأستاذ ناظم زاهي والست شاهندي وكلهم أصدقائي وزملائي. نعرض هو أعتقد ما نعرض، لا نعرض العمل نعرض يعني نص صفاء عيدي مو اي نعرض نص من العمل والباقي يعني خلينا نقول وصلوا الحلقة 10 ما اعرف نعم وتوقف العمل توقف ليش شنو ما تدري يعني بعدهم هم حرين. بس الحلو بموضوع ان انا عشت هاي التجربة تمثلت ويا ناس نجوم مصريين حلوين ومهمين ومن ضمنهم ايمن قلديل تحياتنا إليه أكيد. المهم رجعنا واشتغلنا هذا العمل وأنا فرحان به وفرحان بالتجربة كونها خارج القطر وتفاصيل. فرجعت قالوا لي خبرني أستاذ مصطفى كريم مدير إنتاج وأستاذ قاسم ملاك قال لي عندك حلقتين. قلت له أوكي أستاذ شو أخبرك بيني وبين نفسي يعني شو أقبل بحلقتين. بعدين صفنت قلت حبيبي يعني طبيعي تروح تمثل حلقتين ليش ساري؟ لأن طالما إحنا بعدنا مشروع ممثلين جايين على بود نصير لازم نروح مرحلة انتشار همين، لأنه أستاذ قاسم ما شايفني هذا الرجل يعني ما يعرفني. نعم شو راح يعرف مصطفى ممثل؟ نعم وأنا ما رايح له ما مسوق لنفسي، ولا الأستاذ جمال عبد جاسم شايفني. فبالمسرح جتني ست عام ثاني يوم قالت لي روح مصطفى عادي يعني روح يشوفوك. ست عام ربعي تعال. فرحت أنا شنو أسعري عندي حلقتين بس شو نسوي؟ أنا أطلع فيتر قبل لا أروح للوكيشن رحت اشتريت سوانا كل الشبيانة ادوات ممثل ذني لازم اعتني به كاركتر سويته يعني هو يعني انا مو مطيني حلقه ولا مطيني مشهد ما اعتني به ما له علاقه يعني لازم اعتني باشيائي ممكن هذا المشهد يضرب اكثر من المسلسل طبيعي وخبر صديقي فيتر قلت له هو اسمه همير مصطفى قلت له مصطفى بالليل جاي اكرد ملابسك كلهم مال الشغل اللي تشتغل به ذني بدهنات قال لي شو قلت له اجي افهمك رحت اخذت منه قلت له عندي مشهد وما ادري شنو والله امثل مسلسل قال لي صدق قلت له والله قال لي خذت فين رحت ثاني يوم للوكيشن تخيلت للوكيشن تعرف اكو كومبارس في المسلسل وهاي فاجوا ياخذون لي صور يعني شايفين اعمالي اللي قبل العرض حاجي فصحني استاذ قاسم قال لي تعال انت ايش مشتغل قاسم ملك قلت له اشتغل هيك عمل واشتغل هيك عمل واخر عمل اشتغلت شاب شات للمخرج عمران التميمي نعم ويا الاستاذ اياد راضي وست ميز قمر قال لي حلو الله يوفقك قلت له شكرا استاذ قال لي انا فرحان بيك هو استاذ جمال عبد الجاسم لانه جيت معتني بازيائك وبكاركترك يعني ما وقف انك ولا ضجت لانه انت عندك حلقتين او حلقه قلت له استاذ يعني هو من واجبك ممثل انه اثبت فلازم اثبت اشتغلنا المشاهد كلها تيكوان او حلوات طلعت يعني من اول مره اي الحمد لله وورا ما نعرض العمل هسه اذا تروح تسوي سيرت تلقى المشاهد واصله ملايين بموقع الام بي سي وين اثنين فبعدين بالموسم القادم هم خبرني الاستاذ مصطفى كريم قال لي تعال للشركه مال استاذ قاسم رحت فلقيت استاذ جمال عبد الجاسم تحياتنا له استاذ قاسم كان يقول لي وصلنا للحصه الكبيره هاي 25 حلقه لك انت بطل راح تطلع بواحد زائد واحد فرق يعني كنت فرحان بالموضوع وبنفس الوقت رجعت فلاش باك على انه الحلقتين جابني لل 25 زين من طلعت بهاي السالفه المرتكزه شخصيه مرتكزه هسه جايك نخذت النص رحت للبيت حجي هم ثاني يوم طلعت للسنك رحت ادور على البدله مال شركات الغاز نفس اللون رحت جبتها رجعت للسعوديه وانطبعت عليها وحيده بالغاز هذني ما يدري بهم لا استاذ قاسم ولا استاذ جمال انا اشتغلت وجبت الشفقه وهذول يلبسوها اهل الغاز وهاي ودرنا فيس وقعدت بباب بيتنا شك واحد ابو غاز يفوت انا مروكر عليه استاذ جيج حركاته شلون يسوي ما ادري شنو احكي وياهم مرات انا ما ارد اشتري غاز بس اوقفهم احكي وياهم اشوفهم شلون يتعاملون يا العالم الشقاوي شويه
تحت البيت داقر الناس. اي فهم سامر وعامر كل واحد بيهم شخصية. واحد زين وتحب الناس، واحد مو زين وتكره الناس. فهنا أنا ثبتت له، تعرف أنت كممثل لازم تثبت لازمة خاصة بعمل كوميدي على مود يضرب. فثبتت له هنا والله شخصية مرتكزة. واللي دائما ما يعترف أقول له وتحترمني. وضربه ومشى. الحمد لله والشكر يعني ورا حلقة أربعة يعني. يعني رابع يوم رمضان او خامس يوم طلعت للشارع، الشارع كله يصيح والله شخصيه مرتكزه والله تحترمني. فحلو حلو من تشوف الاشياء اللي تقدمها حابتها الناس وحابيها العالم اللي تشتغل وياهم. هو فشيء ما ادري يعني مفرح حتى جدا. حتى تتحفز على ان تقدم الافضل.